وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو غادي نشوفوا المعارض الاخ مراد الطهري كينتقد الشعب الجزائري، وغادي نشوفوا كيفاش غادي يعلق على اللقطه ديال الكاس اللي هزها الشنقريحه، وغادي يعلق على الفضيحه ديال التصوير التلفزيون الجزائري. خليكم مع مراد الطهري، نتمنى تفعلوا مع الفيديو بشكل كبير. ما تنساوش تدعمونا بلايك. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا دائما. على النظام هذا قعد 60 سنه وهو حاكم الشعب الجزائري بسبب امثال قطراجي والطحانين والخونه والمندسين والمرخص اللي في الجاليه والقنصليات والحمره والبعره في وسط الشعوب. هاكم شتم بعينيك، ماكم شتم بعينيك، راح يقلبوا لنا البالو هذا، راح يقلبوا لنا البالو هذا. مشينا عدينا الراسه تاعكم يا الذباب، بارطاجيو الفيديو نيك الراسه تاع باباكم الكلب. تحياتي لك خويا من المغرب. المغاربه يا ربك، المغاربة ما يصدقوش الدراهم، ما يصدقوش الدراهم. أما حنايا اللي يجي يدزهولنا الجزائريين، اللي يجي يدزهولهم توانسة والعلام تاع فلسطين. أنا ما فهمتش يا رب، ما فهمتش جدكم العلام تاع فلسطين، علاش باقيين تاجروا القضية الفلسطينية؟ يا فلسطين يا صاي داوها اليهود، ما تبداوش تحشيونا. تبداوش تحشيونا وتلعبوها لنا باللي راكم مع القضيه تاع فلسطين. هادو اللي هازين العلامات تاع فلسطين البارح في المطار تاع بو هواري بومنتن. يا سيدي كون راجل يا دين الرب، كون راجل، روح لمصر وحرق وادخل غزه سيدي. يا اخي راجل، يا اخي تقول انايا مع فلسطين ظالمه واختك، روح اطرش، لا عدت راجل، روح لمصر وادخل يا سيدي. تقدر تدخل، ما تحشي لي ما نحشي لك. كاينين الناس يدخلوك لغزه سيدي، وادخل غزه. فيكم غير تشراك القاع، فيكم غير تشراك القاع، غير البهادل، غير البهادل. شعب يا ربك، مع منين جا الشعب هذا الجزائري؟ والله ما كان كيما هكا الشعب هذا، والله ما كان الشعب الجزائري كي من هكا. سبحان الواحد الاحد. هي وش هو السكوت هذا يا خاوتي؟ وش هو السكوت هذا؟ راه كارثه. يحشي ولكم بالبالو هذو الطحانين، قوجيل 87 سنه ولا ما عرف على ربو قداه، وهذاك الكلب اللي هذاك الخانز هذاك تاع شنقريحه. ها سك الكاس ومداير بادل. والله ما كنت راح ندير لا لايف لا والو. شتي دوك شتهم اليوم الصباح، راح تشعل فيا النار. وجماعه صوني وخاسر ليسونس وخاسر المازوط وبيت برا وشبعوا كف. البعره البارح شبعوا كف، شبعوا مطرق من عند لابوليس، شبعوا مطرق. كي البوليسي كي اللي مرخص طحانين وابطال الجزائر. مين ابطال انا امي؟ منين ابطال الجزائر؟ ابطال كره القدم وليس ابطال الجزائر. ابطال الجزائر احنا ماناش نكرهو في البالو، والله قلنا احنا رانا ضد كره القدم. ما علاش كره القدم هذه قاعده كي الديسار النمي، قاعده كي البنان. اشبعوك الساع اقتصاديا وسياسيا وصناعيا وسياحيا، واشبعوك الساع. كولوا كالساع، كولوا يا جيعانين، يا حمره يا بعره، كولوا في كروشكم وسهله من بعد سهلة. هذا الرخص تاع البالو هذا راه ديسير، وكأنه واحد شبع ومن بعد ولا ياكل في البنان. وانتم انما يتاكلوا في البنان وانتم ميتين بالشر. سيد قبيلة قاعد من الحانوت في تيزي وزو، في البلاد، الرجالة وين ما نحكيوش على مناطق الرخص، في بلاد القبائل. والله مسكين لا لقى إطرا زيت، قال لي ها السيد مول يدخل الحانوت يقول لي اسمع صاحب الحوانت هذاك، يدخل عند مول الحانوت يقول له مول الحانوت غير الخير. مول الحانوت عادي يخاف من الكليون في الجزائر، يشوف الكليون داخل عليه يقول له غير الخير. قال له ما عنديش زيت، قال له ما عنديش، خاف. ولا الزيت في الجزائر وكأنه سلاح نووي، سلاح نووي. الزيت تاع المائدة في الجزائر السانغو وكأنه سلاح نووي يا زبد. الزيت ولا سلاح نووي، ويقول لك جبناها، جبت قاعك وجبت يا خراي. صبحوا لك ماين تاع الحليب عليهم لاشان، البطاطا ب 15000 وجبت يا خراي. الطريق فوق به تمشي ما عندكش، تمشي تتعكل كل هيشه، تمشي طريق قودرون في الجزائر ما كانش.
عايشين كي الكلاب. البارح جايبين زعما ليكيب ناسيونال قال لك ابطال الجزائر، ابطال كره القدم للجزائر وليس ابطال الجزائر. ابطال الجزائر الحقيقيون وهم من هم في السجون. الابطال الحقيقيين اللي راهم في السجون من اجل الجزائر، هذوك هما الابطال. يا الدواب يا بغوله يا شحوشه يا حمره يا بعره، هذوك هما الابطال الحقيقيين وليس تجيب لي تايا الرب يلعب في البالو يا زلمه، يلعب في البالو. او قلنا لكم ماناش ضد البالو، انني مع بلايلي ويعطيك الصحه بلايلي ويعطيك الصحه بوقريه ويعطيك الصحه ويعطيكم الصحه ويعطيكم الصحه. ولكن ما هذا الاستغباء؟ ما هذا النظام الفايح هذا؟ اعطيته لوكازيو باش يمسح وجهه امام الحمره والبعره بكره القدم. خليتوا النظام الفايح الخانز هذا ينظف وجهه الفايح، ينظفه بكره القدم. ها البارح يا نمو، البارح قناة الأولى في دولة كقارة، القناة الأولى في دولة كقارة ما عندهاش تقنية تاع الاش دي، عندها صور. يا البارح بوقرة أنا حسبت وأن أمي في نص لابيسين، بوقرة ما يبانش، مضبب بوقرة وكأنه داير بث مباشر من تحت المائي تاع لابيسين ولا تاع الأكواريوم. صورة ما كانش يا ربك، صورة جيدة ما كانش. جايبينهم في مطار بومنتن والغاشي يسنى برا كي الدواب بكلاكات يا ربك، البرد يقطع، لابس كلاكات تاع صبع. كاينين ناس لابس بادري تاع النيلو، لابس البونينو هم يعرفوه تاع الجيل تاع السبعينات وتاع الستينات وتاع الثمانينات، لابس بونينو في رجله، بونينو لابس. وفي مطار هواري بومدين ينتظر أبطال الجزائر. إيه إننا ننتظر أبطال الجزائر، ها هم أبطال الجزائر. أبطال الجزائر راهم في السجون. أبطال الجزائر هم خوتنا القبائل اللي حرقوهم في الصيف، أبطال الجزائر اللي ماتوا في التسعينات، أبطال الجزائر وهم من يذبحون كل يوم، هذوك هما أبطال الجزائر. محامي خونا صدام، خاوتنا اللي في السجون مقهورين يموتوا بالجوع، خاوتنا يجوعوا ويبردوا ويقاسيوا ويتألمون، وعاطين كاس العرب كاس الجرب. الله يلعن حاشا رجال القلة القليلة اللي في العرب، أما الباقي بكل طحانين ومرخص ولا علاقة لهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منكم يا طحاحنا يا مرخص، إن الرسول بريء من هذا العرب. طحانين كأس العرب كأس الجرب، بو هنا عدينا الراسة تاع باباك من الكلب. بهدلتوا بينا في الدنيا هذه، بهدلتوا بينا والله ما تحشموا. وش بقى لها شرف في الجزائر هذه؟ وش بقى لها؟ تتبهون بكاس تاع بالو تاع بالو. البلاد حرقوها، البلاد قتلوا ولادها، هذه المخابرات الارهابيه قتلوا الناس جميعا، وانتم تفرحوا بالبالو ما تحشموش. كون جيتوا رجال توقفوا مع خاوتكم السجناء من اجل الوطن، سجناء باش تعيش انت ويعيش ولادك، يعني باش الحرمه تاعك ترجع لك، الكرامه تاعك ترجع لك. هذا الناس الذين ينادون باستقلال الجزائر هو انه من اجلك يا حمار يا بعير، انه من اجلك. خاوتنا في السجون من اجلك ان تعيش حياه كريمه امام الناس وامام الامم. وما ابيتم الا ان تظلوا عبيد كلاب عند هذه الانظمه العربيه المرخص الطحانين. ابطال الجزائر ماتوا في الستينات مع الاحتلال الفرنسي، هذوك هما ابطال الجزائر. ابطال الجزائر اللي ماتوا في التسعينات، ابطال الجزائر هم خاوتنا القبائل اللي ضحوا في 2001 126 شهيد، هذوك هما ابطال الجزائر وليس كرة القدم. يا دواب يا حمرة يا بعرة حقاك دركا في الأرض. ها على عطاوها الكليك يا لحاس. كرة القدم جابوها اللاعبين ولمن مدوها الشنقريحة. كرة القدم جابوها من قطر باش يعطيوها التبون، باش يعطيوها التبون وليد الحرام متاجر المخدرات.
أجهزة القمعية البارح داروا فيكم التير وانتم تقولوا تحيا الجزائر. كيف أن تحيا الجزائر وأنت تعيش كالعبيد يا كلب يا رخيص يا طحان؟ بوليس يعطيك بالكف والجدار ما يضرب لك فيها وانت يا راكح وتقول الحمد لله الحمد لله وهز الإعلام تاع فلسطين. فلسطينيين عايشين خير منكم يا طحاحنا. فلسطينيين يديو في 700 دولار و 800 دولار للشهر، اما انت تدي في 200 دولار للشهر يا بعير يا حمير. ونص الكبير تاعكم بدون عمل، النص الكبير تاع الشعب الجزائري ما عندوش مكان عمل، ما عندوش مكان عمل، بدون شرف. الشعب الجزائري اصبح بدون شرف وبدون كرامه وبدون ادنى الحقوق، ادنى الحقوق في الجزائر ما كانش. وتخرج صونيلي بالموتير بالموطو وتخرج صوني بالطنوبيل وتقول تحيا الجزائر. لمن تحيا الجزائر؟ لمن تحيا الجزائر؟ قولوا لي برك لمن تحيا الجزائر هذه؟ تحيا للجنرالات. الشعب الجزائري مقهور والله يا خاوتي. هم معنا هنا يا مغاربه، معنا توانسه يسمعوا فينا، معنا موريطانيين، معنا من كل الدول يسمعوا فينا في اللايف هذا. اقسم بالله العلي العظيم يا الشعب الجزائري يعاني الويلات جميعا، يعاني الشعب الجزائري يجوع في كرشه يا خاوتي. اقسم بالله يا الشعب الجزائري يجوع في كرشه. عندي جيراني، عندي جيراني وعندي ناس يحكيوا لي والناس يبعثوا لي فيديوهات. والله الناس تموت بالألم من الأمراض وبالجوع. الناس ما تاكلش اللحم في الجزائر، الناس ما تاكلش الحوت في الجزائر، الناس ما تنعمش بأدنى الحقوق. ما عندك حتى حق في الجزائر، حتى ولو كان عندك حق في باسبور يعطيوك باسبور جزائري ولكن لا يمكنك الذهاب لأي بلد، ما تقدر تروح حتى البلاصة، ما تقلق لأن الباسبور تاعك، لأن الدولة تاعك، لأن النظام تاعك لا يعترف به أصلا. انتوما خاوتي رحتوا جبتوا الكاس وربحتوا الكاس في قطر في 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 كاس الجرب هذه وجبتوها، ولمن تعطيوها تعطيوها لشنقريحة يا شكوبي، تعطيوها لتبون موش قادر يهزها مع البروتوكول قريب طاحت له في عمره اللي الصغير الصغير فيهم في عمره 76 سنة يا خاوتي. ورانا رايحين، يجب إسقاط هذا النظام، هذا النظام المستبد يجب إسقاطه، يجب إسقاطه. وأي يوم كل يوم يعدي علينا ستذهب الفرص من جديد، ستذهب بالفرص من جديد. والله عيب، والله عيب. جزائر وردة، وردة من أجمل مناطق جغرافيا في العالم هي شمال إفريقيا. الجزائر يا خاوتي، الجزائر خليتوا جنرالات خونا ولاد فرنسا طحانين كانوا كبرانات عند فرنسا حاكمين الجزائر. ها كيفاش جنرال، كيف لجنرال في عمره قرابة 80 سنة مازال حاكم جيش لأكبر دولة، أكبر دولة في إفريقيا، أكبر دولة في إفريقيا فيها جنرال يدير ليكوش، جنرال يدير لي كوش يا خاوتي. كيف لجنرال يدير لي كوش؟ تعطيوه انتوما كأس رياضي ربحتوه في امام الجرب، حاشا القلة القليلة من العرب واللي الناس كل تاجر بالقضية تاع فلسطين. فلسطينيين عايشين خير منكم، الرجال الحقيقيين الوحيدين فوق الارض وهم جماعة افغانستان وشوية الكعبات اللي كاينة في غزة، الباقي قص قرمط، باقي بكو الطحانة، بكو المرخص. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خليوا لي الراي ديالكم في التعليقات، ما تبخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركنش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العاده نشوفوا في فيديو جديد وديما مغرب.